بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده أنا جاي لكم أوضح لكم الفرق ما بين الممتاز اللي هو المعجون الجبسي وما بين السفيتو اللي هو المعجون الأسمنتي، أو من غير مسميات المعجون الجبسي اللي هو مكوناته من الجبس ومواد إضافية عليه، والمعجون الاسمنتي اللي هو من مستخلصات الاسمنت او المشتقات الاسمنت. في شغلي يعني مبدئيا كده في شغلي انا ما بستغناش عن الاثنين، واكتر شغلي علشان يبقى واضح الكلام بيكون بالممتاز، يعني هو بيدخل في شغلي اكتر الممتاز، لكن كل خامة فيهم وليها ايه الشغل بتاعها وليها اختصاصاتها. الممتاز ما ينفعش ان احنا نسحب بيه جدران كاملة. ليه؟ لأن الممتاز معجون جبسي، الجبس طبعا ما بيتفاعلش مع البوهية، بعد شوية بتحس إن هو بدر تحت البلاستيك اللي احنا واحنا بطلنا عليه بلاستيك ولا حاجة، وممكن تشيل من عليه طبقة الدهان اللي انت عملتها كلها بسهولة كده كأنها حتة جلد، لأن مفيش ترابط حصل ما بين البلاستيك وما بين المعجون الجبسي. بعكس السفيتو انا ممكن اسحب منه وجه واثنين وثلاثة واربعة الى ما شاء الله. هو ممكن يبقى ضعيف شوية، لكن احنا ممكن نربطه او نقويه بالايدوبوند 65 اللي هو واضح قدامكم ده. المعجون الجبسي بستخدمه في تقفيل الجبس اللي هو الممتاز، بستخدمه في تقفيل الجبس، استخدمه في تقفيل فتحات كهرباء اللي هي ملغية، فتحات السبوتات الملغية، اعمل بيه مرمات غويطة، اعمل بيه اي حاجة من دي، لكن ما اسحبش بيه سحب كامل. المعجون الاسمنتي اسحب بيه سحب كامل لاي حاجة، اقفل بيه، يعني ممكن استخدمه بديل كمان للجبس في سحب الاسقف لو هي متخشنة ومش عاوز اعمل مصيص، ده هيكون البديل الأحسن والأمتن والأقوى اللي هو المعجون الأسمنتي. كمان عندنا السفيتو نقدر نعمل منه سمكات كويسة، ممكن سمكة المعجون لو حبينا نعمل سمكة 1 سم منه على الجدران مفيش أي مشكلة، ممكن نعالج بوم المطبات بتاعة المحارة لو المحارة فيها مشاكل أو كده، أو الحيطان مقوسة فيها أوسة خفيفة أو مطبات كتير، السفيتو مع الايبوند بيعالج لنا المشاكل دي. يعني السفيتو يعني حاجه كويسه جدا في ان انت تسحبه على المحاره تعالج بيه المطبات، تسحب منه سكينه كامله، تعمل منه سماكه لو في زاويه عاوز تعدلها، حاجه عاوز تظبطها بالسفيتو. فالسفيتو فيه مميزات كتيره كويسه وفي شغل كتير كويس. طيب لو انا يعني دخلت على شغل ولقيت حد قبلي ساحب المعجون الجبسي، ايه الحل؟ لو انا اديت له سولار مائي لا يصلح، ودي عن تجربة وشفنا مصايب كتيرة حصلت بسبب كده، ان ادوا اشتغلوا عليه المنتجات المائية بقى يطلع زي ما قلت لكم كأنه طبق الجلد. ولسه المشكلة دي انا كنت فيها امبارح مع واحد، حد قال له اشتغل بالمعجون الجبسي وسحب الشغل كله معجون جبسي، وبعد كده رجع الدنيا صور لي الشغل، صراحة كان بيطلع الشغل طبقات كده ورجع بيعيد على الشغل من تاني. لو وقعنا في الغلط ده ايه الحل؟ الحل ان انا استخدم معه السيلر الحراري، يعني انا لو لقيت الشغل معمول معجون جبسي يبقى استخدم معاه السيلر الحراري اللي هو البن ترينتنج او الاديكون اللي موجود في شركه كموات البناء الحديث، او الاستروم شيلد اللي موجود في شركه جي ال سي، يا اما بنترنتنج من جوتن، اديكون من كموات البناء الحديث، او استروم شيلد من جي ال سي اللي هي اسمها السيلر الحراري. انت تقول للموان بس انا عاوز سيلر حراري، احنا بنعمل كده في شغل الجبس لان احنا بنقفل بدا في الجبسون بورد بنقفله بالمعجون الممتاز لانه بيعمل معانا سمكه حلوه وكده، فاحنا بنضطر ان احنا ناخد كل المعجون اللي ناخد كل السقف الجبسون بورد بالسيلر الحراري. طبعا ده السيلر الحراري، البستيلا بتاعت السيلر الحراري اللي هو البنترنتنج اللي هو بتاع جوتن اللي احنا بنأسس به
السقف كله عامة بعد ما بنخلص سحبه بمعجون الممتاز. فانت لو هتسحب بالممتاز او ان انت دخلت ولقيت فيه سحب بالممتاز، يبقى انت لازما تأسس سيلر حراري عليه، وبعدين انا هبقى اتكلم في فيديو تاني عن السيلر الحراري وفوائده ومميزاته. لكن لو انت شغال بالمعجون الاسمنتي اللي هو السفيتو، اديله سيلر مائي ما يهمكش، لان السيلر المائي هيتوغل جوه منه وهيتجانسوا مع بعض وهيبقوا متجانسين مع بعض، ومفيش اي مشكله ان انت تشتغل عليه سيلر مائي عادي وتسحب فوق منه معجون دايتون او اي معجون تاني. بس يستحسن ان انت تقويه بالايدوبوند 65، والايدوبوند ده اسمه الجوكر، انا بسميه الجوكر، بيستخدم في اعمال الخرسانه واعمال الدهانات، وممكن تحط منه على المعجون الممتاز اللي هو الجبسي وتعمله. انا بس حبيت اوضح الفرق ما بين الخامتين، لان في مشاكل كتيره وبتحصل عشان نتلاشاها وما نقعش فيها. ده كان التوضيح ما بين الخامه دي والخامه دي والمشاكل اللي بتحصل ما بين الخامه دي والخامه دي. السلام عليكم.